اهلا بكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده ويلا نصلي. مهما كانت حالتك ترحيبه بيك هيفاجئك. ده موضوع حلقتنا النهارده، ويسعدني ارحب بضيفتي مدام تهاني عطيه. اهلا بيك يا تهاني. اهلا بك يا نرمين. حاجات كتير بتشدني بعيد عن ربنا، شويه ارجع وشويه ابعد. الاحباط مخليني مش قادر اكمل، ونظرتي لنفسي معطلاني. يا ترى يا تهاني احنا ازاي هنكمل كده؟ احنا بتعدي علينا اوقات مختلفة في حياتنا، اوقات كده بنكون متشددين في علاقتنا بربنا، والقعدة مع ربنا بتبقى منتظمة وبشكل منتظم. بنقرا، بناخد غذائنا كده من الكتاب المقدس، لكن بيمر علينا اوقات تانية بنقول عليها ده وقت ضعف، ممكن نسميه وقت فتور، ممكن نسميه يكون كأن الحياة كده او العلاقة مع ربنا شبه متوقفة يعني. لكن وده بيبقى دايما كتير بيبقى نتيجة حاجة، هي ممكن يكون في أسباب كتير، بس في حاجتين ممكن نكون بنتكلم عنهم النهاردة. ممكن يكون بسبب إن في خطية متكررة في حياتي، يعني أول ما أكون كده باخد خطوة مع خطية كده مستمرة في حياتي ألاقي نفسي كده أقع فيها تاني، أقول ابتدي احبط وابتدي ابقى حاسه بيأس واقول خلاص مفيش فايده فيا. وطبعا العدو يعني بيجي خطية رايحة جاية كده. اول ما اقع فيها تاني الاقي نفسي خلاص بقى احبطت ويأست، والعدو دايما بيجي كده في الوقت ده ويحدف كده افكار ويبعت كده افكار كده إيه، انت مش نافع او انت مفيش فايده منك. او ممكن يكون سبب تاني انه انا ابتديت علاقتي مع ربنا فعلا، لكن بسبب الضغوط، مشاكل، أحداث، هموم في الحياة، هموم الولاد أو هموم في حياتي، مشاكل بتحصل بشكل مستمر، ده بيخليني إنه أبعد كده كأنها بتاخدني في سكة بعيد عن الله. وبدل ما تكون المشاكل دي بتقربني من ربنا بلاقيها بتاخدني في حتة بعيدة. شوية بشوية بلاقي قعدتي مع ربنا كده كأنها إيه، ابتدت مش قادرة أخد قعدتي مع ربنا، الأفكار والهموم، طب هعمل إيه في المشكلة الفلانية، طب إزاي هحل دي، طب الأمور دي صعبة، وتاخدني في حتة بعيدة. وبدل ما أكون باخد الهموم دي أو المشاكل أو الأحداث اللي بتعدي عليا أروح بيها لربنا ألاقي نفسي بنسحب شوية بشوية، بعد شوية ألاقي نفسي ماليش نفسي إني أكون باخد مخدعي، ما مش قادر اكون بفهم قوي كلمة الكتاب المقدس زي ما كنت هو باخدها كمان باستمرار. التهاني، لانه وقت دوت بتبقى الافكار بتبقى يعني عايزه تبتلعني، فده بيبقى وقت كمان يعني الافكار فيه انا بصارع مع الافكار. بالظبط، وابليس دايما بيبعت في الوقت دوت افكار يأس واحباط، لما تبقى تخلص مشاكلك ابقى ينفع تقعد مع ربنا او ابقى تبقى ترجع تاني. انت كده مش هينفع ترجع، انت بقالك فترة طويلة، هتوري وشك لربنا ازاي؟ كلها افكار مليانة بالاحباط واليأس. الحياة مع ربنا ديت لناس معينة، لما تبقى انت مش هتنفع في الحياة مع ربنا مثلا، كلها افكار بتدور حوالين انه هدفها كله انك ما ترجعش لابوك، هدفها كله انك تبعد. وبدل ما يكون اني باخد الامور ديت وبحطها قدام ربنا واستقبل نور جديد او اكون بسمع فيه راي ربنا او يكون بحس ان كاني بحط الحمل ده، انا بستسلم للافكار اللي العدو كتير بيبعتها علشان ييأسني ويتعبني. طب قلتي وسط الكلام ان بدل ما تكون الامور الصعبة بتاخدني لربنا هي بتبعدني عنه، عن ربنا بمعنى ايه تاخدني لربنا؟ يعني بدل ما اكون باخد الهموم ديت او المتاعب او المشاكل، ويمكن نحكي عن كده انه اكون باخدها كده واحطها قدام ربنا. يعني لما بنحط همومنا بنلقي كده زي ما الكتاب المقدس يقول القي على الرب همك، بحس انا براحه، فاقدر اكون بفكر بطريقه جديده، بطريقه تفكير فيها نور. لكن الهم والحزن واني بيحني. بيحنيني وكمان بيبعدني اكتر عن الله. يعني كل هدف العدو في الوقت ده اني اكون بعيد، لا يفرق معاه انا مشاكلي ايه ولا بيفرق معاه انا ظروفي ايه، لكن كل الهدف بيبقى حاجة واحدة بس، اني ابعد. اني ابعد عن الله واني ما اكونش في علاقة او ما اكونش في اتصال بيني وبين الله. لان لو في اتصال هيكون في حل حتى براحة او بسلام، لكن لو ما فيش اتصال انا تعبان، انا حاسس بحزن، حاسس بكآبة، حاسس بيأس، اذا ما فيش فايدة فيا. ف
فهي كأنها سلسلة كده بياخدني فيها من خطوة لخطوة، وياخدني كده في الأحداث والظروف ويفضل يبعدني. والهدف كله يقول لي أنت ما تنفعش في العلاقة مع ربنا، أنت مش أنت، العلاقة مع ربنا دي ليها ناس بصراحة، لكن أنت مش هتنفع، أنت يعني بعدت، هترجع إزاي؟ هترجع إزاي بعد كل الوقت الطويل اللي أنت فيه ما قعدتش مثلا مع ربنا؟ هترجع إزاي؟ طب هنرجع إزاي؟ أيا كانت حالتي، إن كانت الخطيئة أو إن كان الظروف والأتعاب، الله جاي بنعمته الغنية ومحبته الصادقة، وجاي يقول لكل حد كده لك أقول قم، لك أقول قم. حلوة قوي، إنه زي ما الابن الضال كده قال كده أقوم الآن وأرجع إلى أبي، ومهما كانت الحالة اللي هو كان واصل ليها وفعلا رجع دلوقتي. نفسي مهما كانت حالة أي حد فينا، مهما كانت الحالة، بدل ما نبص على حالتي أو أنا وصلت لفين أو اليأس عد عليا أو الضغوطات عدت عليا، مهما كانت، حتى لو كانت الخطية اللي بقالي كتير بقع فيها وبقوم، الله جاي النهاردة يقول لك لك أقولكم، الله جاي ويقول لك أنا وعدت إنه فتيلة مدخنة لا تطفئ وقصبة مردودة لا تقذف. أمين. جاي يشجعك النهاردة يقول لك لا أهملك ولا أتركك. وزي ما الابن الضال لما رجع اللي كان شايف حياته بعيدة عن أبوه ده الأفضل وده الأحسن، لكن لما رجع كده شاف الأحضان المفتوحة ليه والقبول والفرحة، الله جاي النهاردة يوعد إنه كل من يقبل إلي لا يخرجه خارجا. نشوف كده إنه الابن الضال إزاي رغم الحالة اللي وصل لها، لكن رجع لقى أحضان، لقى قبول، لقى أفراح اتقامت ليه لرجوعه، ولأنه ده بيته وده مكانه. إن أنا وكل حد، ده مش مكاني إن أكون عايش بعيد عن الله، لكن مكاني إن أكون في حضنه، مكاني أكون كده في الأحضان المفتوحة والإيدين اللي بترحب بيا دايما. يمكن أمين. نشوف كده إنه من الكتاب المقدس كده، يمكن نشوف آدم وحواء. آدم كان ليه علاقة حلوة قوي مع الله، لكن في وقت من الأوقات لما دخلت الحياة بأفكارها المسمومة وبالخدعة بتاعتها، حواء، آدم وحواء صار ليهم حياة بعيدة عن الله، لكن رغم إن هم كانوا طردوا في الوقت دوت من الجنة، لكن الكتاب المقدس يذكر إنه يقول كده في تكوين عدد 21، يقول كده لما ابتدى ينادي على آدم يقول له سمعت صوت الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فقال له أنت فين؟ فقال له سمعت صوتك فهربت خشيت بعد عن الله. لكن الرب جاي كده يقول أنه في الوقت دوت بعد ما ابتدى خلاص آدم وحواء أو آدم وحواء هيخرجوا، يقول وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلده ألبسهما. مهما كانت أنت بعدت، مهما كان، هيفضل الله يهتم بيا ووقت رجوعي ليه دوت، ده أغلى وقت عنده، ده الوقت اللي مستنيك، ده الوقت اللي هتلاقيه كده مهما كانت حالتك، مهما كانت حالتي مستنيني، مستني رجوعي، مستني خطية هو مستنيني، ضعف هو مستنيني، فتور هو مستنيني، بعد وأحداث خدتني بعيد عنه هيفضل واقف مستنيني. يقول كده إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي، هيجي الرب كده ينور على ظلمتي وينور على دنيتي ويرحب بيا ويقول لي إنه أنا مستنيك. وأنا دوري بقى إن أنا أقول لا تشمتي بي عدوتي إن سقطت أقوم. أيوة النهاردة زي ما الرب يسوع كده جاي يقول لكل حد لك أقوم، لك أقول قم. احنا محتاجين كده نقول لا تشمتي بي عدواتي ان سقطت اقوم، ان سقطت هقوم. ليا اني اقوم لان ليا احضان مفتوحه مترحب بيا فيها، ليا اني اقوم لان ليا قبول مش هيرفضني لكن هيرحب بيا وهيفتح احضان في اي وقت وفي كل وقت مهما كان البعد. نسمع كده عن حد كان بيحكي كده عن ان لما الخطيه كده بتتكرر بتاخدنا كده في حته بعيده. كان بيحكي كده عن شخص كان في وقت كده كان هو قريب من الكنيسه لغايه وقت معين لغايه سن الشباب، وبعد كده اتعرف على اصدقاء سوء او اصدقاء من العالم وابتدوا ياخدوه في حته تانية. بيقول الشخص دوت انا بعد فتره لقيت نفسي بنقطع عن الكنيسه وعن القداس اللي كنت بحب احضره، وما بقاش لي علاقه باي حاجه، كنت عايش بس في سكتي مع اصدقائي والخطيه والدنيا دي. لكن الله اللي بيرتب دايما لرجوعنا واللي منتظر دايما رجوع، رتب لي رجوع رائع جدا.
أبونا كان في الكنيسة كان بيرتب كده عناوين للافتقاد، فبيقول إنه ساعات الشوارع بتبقى قريبة قوي في الأسماء من بعضها، يعني ممكن تفرق في حرف مثل أو حاجة. ففي يوم من الأيام أبونا نزل افتقاد، فطلع عمارة غلط بالغلط، يعني نفس الرقم لكن اسم الشارع اتلخبط فيه. فالشخص دوت اللي كان عايش في الخطية أول ما فتح لقى أبونا الشخص ده اتخض قوي ورجع لورا. فأبونا استغرب إن هو اتخض، فسأل على العنوان، فطلع إن العنوان غلط. يعني أبونا قال له: طب يا ابني أنا متأسف إن العنوان غلط، لكن أنا هقعد بس أريح رجلي 5 دقايق وهنزل على طول. الشخص طبعا أحرج وقال له: اتفضل يا قدس أبونا. وأبونا دخل فقال له: أنا هسألك سؤال واحد بس، أنت ليه اتخضيت لما شفتني؟ قال له: يا أبونا أنا من 3 أيام، أنا بقالي سنين كتيرة هذه عادتها قاعد في الخطية، ومن 3 أيام وصلت لمرحلة من اليأس ومن نفسي والتعب من الخطية ومن الحياة اللي أنا عايشها، وابتديت أفتكر إزاي أنا كنت فين ورايح فين، لكن لقيت إن أنا مش قادر أرجع ومش عارف أرجع. وقلت له: يا رب كده أنت لو عايزني أرجع وقابلني تاني ابعت لي حد يساعدني. فلما شاف أبونا اتخض، وأبونا ابتدى يكلمه إزاي إنه الله منتظره وإزاي الله بيحبه وإزاي هو رجوعه النهاردة مش بكرة، ده شهوة قلب ربنا دي. فعلا ربنا رتب إنه هو يكون بيبعت له في الوقت المناسب أبونا. أيوه. حد تاني كان بيحكي بتقول إنه هي حد حلو خالص كانت ابتدت علاقتها مع الله، وحد كان كلمها وابتدت خدت خطوات وابتدت تبقى ليها علاقة، حصلت مشاكل فجأة بين جوزها وبين أهلها، فهي بقت طبعا كأنها في موقف صعب بين أهلها وبين جوزها، ففضلت تعبانة. وبتقول المشكلة فضلت تسحبني وقت بعد وقت، لدرجة إن أنا بقالي سنة بالظبط في حالة صعبة مشاكل. بتقول حتى ولادي مش قادرة أوديهم الكنيسة، كانت بتحب انها توديهم القداس، هم صغيرين لسه، فكانت بتحب توديهم القداس يتناولوا ويحضروا مقدس احد، بتقول حتى دي مش قادره اعملها، بيعدي عليا اوقات كتيره انا في السرير، حاله من الياس وحاله من الاحباط، فبتقول انا حاسه ان انا مش عارفه ارجع. ففي يوم من الايام عدت عليها قابلت خادمه يعني، وابتدت تحكي لها، بتقول لها انه انا بقالي سنه، حتى انا وصلت لمرحله بتقول لها: انت مختفيه ليه وفينك؟ بتقول لها: انا بقالي سنه بالظبط انا لا قادره ارجع ولا تعبانه، حاسه جدا من مش كم قادرة المشاكل أكمل كده. ومش عارفه اكمل كده. والخادمه ابتدت تكلمها عن ربنا وانه الله منتظر رجوعك وانه ينفع انها ترجع، كانت بتسالها كده تقول: هو انا ينفع ارجع؟ هو انا ينفع ارجع تاني ابتدي علاقتي بربنا؟ انا حاسه ان انا كاني في حته ولوحدي وحاسه بكم الياس والحزن الغير عادي. وابتدت الخادمه تكلمها وتصلي معاها، وكان اليوم دوت يوم كانه لقاء جديد ورجوع جديد مع الله. لا يأس مع الحياة مع ربنا. أيوة، دايما في جديد، في مراحم جديدة أشكر في كل ربنا، يوم جديد. أشكر الله ربنا. دايما منتظر كل حد فينا، حتى لو كنت واخد خطوات بس الظروف أو الأحداث خدتني، وهو خلت الأفكار كده العدو يستخدم الفترة دي عشان يكون بيأسني أو بيتعبني. وهو ده دوره. لكن الله بينتظرني. حد تاني كان بيحكي بتقول كده إنه في يوم من الأيام هي كانت ليها علاقة بالله، وفي يوم من الأيام حصلت ليها مشاكل مع ناس، فابتدت بقى تكره، ابتدت تحس الأحداث ضغوطات كبيرة قوي عليها، لدرجة إنها ابتدت يبقى فيه كره وتعب جوه قلبها. بتقول: أنا مش ما كنتش بقول، بس كان جوه حاسة إن جوه قلبي كره وحزن و مش عارفة أكمل. وابتدت لدرجة إنها حاسة إنها خلاص هي كرهاهم جدا، ما عندهاش استعداد تغفر لهم. زاد الوقت قوي، فابتدت تحس ان انا جوايا امتى اليوم اللي اشوف ربنا انتقمني منهم، يعني وصلت المرحلة الاصعب من كده. فبتقول في يوم من الايام كنت مكملة كده، لدرجة انه في يوم من الايام بعد ما الموضوع ده زاد قوي جواها، حلمت حلم. بتقول كده: انا حلمت ان انا موجودة في مكان، وكل اللي حواليا في المكان ده لابسين كأنها بلوزات بيضة كده شكلها جميل، وبتقول انه انا عمالة اسألهم وانا مش لابسة اللبس دوت، فعمالة اسألهم: هو انا فين لبسي الابيض بتاعي؟ محدش بيرد عليها. طب انا مش لابسة ابيض زيكم، محدش بتقول، كأن هما في حتة وانا في حتة تانية. فتقول صحيت من النوم في الوقت دوت وعرفت انه ده وقت اني ارجع واني اتوب،
واني اكون بقول له يا رب سامحني على كل افكار سمحت لابليس انه يكون مره بيدخل بالكره ويدخل بالتعب ويدخل بالاحزان ويكون مش قادر اغفر لدرجه اني اكون زي اولاد العالم اللي مستنيه امتى اليوم اللي ينتقم. يعني ربنا لا يعدم وسيله، يعني بيعرف يوصل صوته حتى في حلم. بالظبط كده، انه لينا رجوع مهما كانت الحاله، احنا لينا رجوع، وما ننساش ان النهارده الرب جاي يقول لكل حد فينا لك لك اقول قم. أقولكم. طب خطوات عملية بقى تهاني، يعني نعمل إيه؟ اهم حاجه واول حاجه يمكن انه نعترف بالخطيه، يعني نقول يا رب ايوه انا رب بعدت، ايوه يا رب انا خطيه اتكررت، ايوه انا الهموم خدتني، يعني نعترف بالخطيه زي ما هي. وهو وعد ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا الخطيه، زي ما هعترف بالخطيه الله امين انه يغفر ليا الخطيه. تاني حاجه انتبه للافكار اللي العدو دايما بيرميها في وقت البعد، واني اكون برجع تاني اني اخد بالي انه الظروف والاحوال دايما ترميني على الله، مش تسحبني شويه بشويه، لانه زي ما بيسحبني كده بالظروف بيسحبني من قعدتي، بيسحبني من قرايه الكتاب، بيسحبني من اني احط همومي عند الله، بيسحبني من علاقتي بالله. بياخدني في حالة هروب. وبدل ما اكون بترمي على الله بلاقي نفسي من وقت لوقت كده كانها سلسله بتسحبني. تالت حاجة أخد بالي إنه عادتي تكون ديت مهمة وعلاقتي بالله يكون ليها وقت، وإنه أكون عارف إنه مهما حالتي كانت أنا ليا رجوع وليا أحضان مفتوحة مستنياني. أمين أمين، بشكرك جدا يا تهاني، وأمين يكون كل حد كده بيسمع النهاردة لك أقول قم، سواء مشاكل سواء ضيقات سواء خطايا، بس الرب أمين ومستني وبيقول لكل حد لك أقول قم. أمين. بنشكرك جدا يا تهاني، وإن شاء الله نتقابل في حلقة تانية. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل ونرجع نكمل. رجعنا بنكمل حلقتنا، ويسعدني ارحب بضيوفي معايا دكتوره هاله رضا. اهلا بيك يا هاله. اهلا ارمين. استاذ وجدي رشدي اهلا بيك يا وجدي. اهلا بيك يا نرمين. استاذ نشأت مكرم اهلا بيك يا نشأت. اهلا يا نرمين. يعني متشجعه النهارده كده في بدايه فتره الصلاه بايه كده الرب كان كلمني بيها النهارده، كل ما تطلبونه في الصلاه مؤمنين تنالونه. فامين كده الرب يكون بيجمع ايماننا ويكمله، وكل طلبه تكون ليها استجابه في اسم يسوع. هنبدأ بأول طلبة صلاة، صلاة من أجل نرمين ووسام، الرب يحفظهم ويحميهم ويعطيهم سلام لأن شقتهم اتحرقت. وصلاة من أجل إيمان هتعمل تحليل لورم، وصلاة إن نتيجة التحليل تكون خير. آمين. اتفضل يا نشأة. أنا عايزين في بداية الصلاة لكل الطلبات اللي جاية عندنا النهاردة بنعمة ربنا، وعد من كتاب مقدس، حاجة تشجعنا في مزمور 62. معلمنا داود النبي قال الجزء ده، بيقول انما لله انتظري يا نفسي لان من قبله رجائي، انما هو صخرتي وخلاصي ملجئي لا اتزعزع، على الله خلاصي ومجدي صخره قوتي محتميه في الله. ما كده بيكمل، توكلوا عليه في كل حين يا قوم اسكبوا قدامه قلوبكم. ده مزمور 62 والاعداد من 5 ل 8. احنا بنبتدي يعني وقت الصلاه بتاعنا بدعوه كده، ويمكن نصيحه بيقول عنها معلمنا داوود، مش بس نصيحه لكن ده اختبار او نتيجه عشره حقيقيه مع الله، تحديات عدى بيها وازمات مر بيها، لكن في الاخر طلع قدامنا يعني خلاصه جميلة جدا. يقول لكل واحد في أزمة النهاردة، ولكل واحد النهاردة جاي بطلبة، وكل واحد جاي باحتياج، نروح لمين ونعمل ايه نتصرف ازاي؟ هي سكة واحدة ما فيش غيرها. إيه؟ إنما لله انتظري. انتظري يا نفسي. طب هو مختبر يعني ليه قال كده؟ لأنه بيكمل بعد كده، لقى فيه الرجاء، ولقى فيه الصخرة، ولقى فيه الخلاص، ولقى فيه الملجأ، ولقى فيه المجد، ولقى فيه الحماية. فراح في الآخر قال إيه؟ يا جماعة من فضلكم، خلصت الموضوع، من فضلكم اتكلوا عليه في كل حين، من فضلكم اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا. يعني عايز يعني بيقول إنه
الله قدير بان احنا نتكل عليه، وقدير ان احنا نثق فيه، وقدير ان احنا ننتظره. اذا كان الياس، فقدان الامل، وضياع الرجاء النهارده يعني اتسلل لقلوبنا، لكن النهارده بنقول انما لله انتظر يا نفسي. وعد يمكن انا احب كل اعزائنا المشاهدين يتمسكوا بيه، يقروه، يرددوه، ويكلم نفسه بيه. ايوه يكلم نفسه بضروري، يكلم نفسه بيه، انما لله ينتظر يا نفسي. ليه؟ لان كذا وكذا وكذا وكذا، كل حزمه الوعود الجميله اللي لينا في الرب. نعم. وفي الاخر اسكب قلبك قدام، وفي الاخر يلا اتكل عليه. امين امين امين. صلي لاجل اولادنا اللي شقتهم اتحرقت، نصلي لاجل بنتنا اللي منتظره تحاليل بكره. امين. بسم الله والابن والروح القدس لا واحد امين. اشكرك ونبارك اسمك. نعم جايين نرفع قلوبنا ليك، لانه ليس سواك في عظمتك، وليس سواك في امانتك، وليس سواك في صلاحك. نعم يا رب جايين امامك نسكب قلوبنا يا سيدنا الرب، نعترف بيك، نعترف بمحبتك، نعترف بمراحمك، نعترف بصلاحك. انما صالح الله لاسرائيل. نعم يا رب انت صالح يا رب، صالح هو الرب، حسن في يوم الضيق، وهو يعرف المتوكلين عليه. اشكرك يا رب. نصلي من اجل ابنك وبنتك يا رب اللي شقتهم يا رب اتحرقت، يا رب انت امين على اولادك، ونردد في قلوبنا صالح هو الرب. نعم انت صالح والى الابد رحمتك. يا رب اصلي لك يا رب من اجل اولادك النهارده، يا ربي يكون ده مالي قلبهم ومالي فكرهم ومالي ذهنهم ومالي حياتهم الحاليه بعد الازمه دي يا رب، انما انك انت صالح والى الابد رحمتك. نعم يا رب، وانت ملجأ في ازمنه الضيق، وانت تعرف المتوكلين عليك. فاسالك في اسم المسيح احمي اولادك يا رب من كل افكار متعبه، من كل افكار ارميها عليهم عدو الخير، من اجل يا رب تحمي ذهنهم وتلبسهم النهارده خوذة خلاص، تحميهم من يا رب سهام التشكيك، ومن سهام يا رب ابليس ممكن ارميها عليهم اشمعنى وليه. باسم المسيح اعلن صلاحك لاولادك يا رب، خذهم في حضنك يا رب، خبيهم فيك يا رب، يا رب احميهم واحتويهم جدا، وظلل حواليهم لا يقترب منهم سهام الشرير. في اسم المسيح انت قادر يا رب تدبر حياتهم، قادر يا رب تعوضهم، قادر يا رب انت يا رب تدبر حياتهم اللي جايه، وتدبر كل احتياجاتهم. في اسم المسيح يسوع يرجعوا اليك، يحتموا فيك، كن أنت ملجأهم في زمن الدي يا رب، ظلل حالهم في اسم المسيح يسوع. نعم صلي لك من أجل بنتك يا رب المنتظرة تحاليل يا رب، في اسمك المبارك أشكرك وبارك اسمك، لأنك أنت تطمن بنتك. نعم يا رب أشكرك لأجل المكتوب هوذا الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب. نعم ارسل سلام لبنتك، اعلن لها أنك أنت خلصها، فتطمئن ولا ترتعب، لأن يهوى قوتي وترنيمتي، قد صار خلاصي. أعلن خلاصك، أعلن سلامك، طمن بنتك، أنت ضامن كل التحاليل. نعم في اسم المسيح يسوع، في اسم المسيح يسوع ليكن سلام، ليكن سلام، ليكن سلام. أنت ضامن بنتك زي ما قال لك عبدك، كن ضامنا. نعم ضامني عند نفسك يا رب، كن ضامني عند نفسك. أشكرك وبارك اسمك من أجل الحماية، من أجل التعويض، من أجل يا رب الأخبار السارة التي بعتها لأولادك. أمين. في اسمك. عايزة كنت أقول بمناسبة اللي شقتهم اتحرقت، كنت في واحدة معنا في الخدمة بتخدم إخوة رب القديسين، فبتقول انه في واحد راجل بيدعم الخدمه وبيديها فلوس وبركه في الاعياد وانسان سخي يعني. بتقول سمعت انه المحل بتاعه اتحرق. بتقول قعدت مش قادره اروح علشان اتكلم معاه ولا اقول له، مش لاقي ايه الكلام اللي اقوله له يعني يبقى بيواسيه يسنده ويساعده. فبتقول هربت من الموقف. بتقول مره بقى وانا ماشيه في الشارع قابلته في وشي. فبتقول له أنا معلش يا عم فلان، أنا مش قادرة كنت أجيلك علشان المصيبة اللي حصلت عندك ومش لاقية كلام.
لا لا ما تقوليش كده، أنا بخير أنا بخير، وربنا طول ما هو موجود أنا بخير، مش أنا بخير وزوجتي بخير وولادي بخير، أنا بخير وربنا قادر يعوض. تقول شفت يعني إيه إنه حد فعلا بحياته بتشهد إنه معانا في وسط الضيقات وده شديدا، وعلى قد ما بتبقى الظروف صعبة على قد ما بتبقى فرصة إن الواحد يشوف يعني إيه إنه إيده عافية بيشيلني ويعدي بيا لو أنا مش قادر أعدي معه هو في الضيق وملجأ وقوة فعلا. أمين أمين أمين. أرجو الصلاة من أجل مشاكل من 20 سنة بيني وبين أخي، لأنه واخد كل ميراثي أنا وإخواتي السبعة، وعايز يدفع لكل واحد تلت المبلغ اللي يستحقه، ومش عايز يعطي البنات ميراثهم بالكامل. أرجو رفع الصلاة من أجل هذا الموضوع، إن ربنا يحله من عنده، وهو رافض يكلمني وكأني أنا اللي ظالمة. الرب يتدخل ويحل المشاكل. أمين. اتفضلي. بسم الله والابن والروح القدس لهن واحد امين. يا رب انت بتقول كده انه ان اتفق اثنان منكم على الارض في اي شيء يطلبانه يكون لهما من قبل ابي الذي في السماوات. بنجيلك وبنتحد في الطلبه وبنحط اخونا بين ايديك ونقول لك، وان كانت المشكله بقالها 20 سنة وشايفين انه ممكن ما يبقاش في امل لحلها، بس بنرفع عينينا ليك وبنقول لك يا رب، بننادي عليك ونقول لك تعالى اتدخل، عندك حلول يا رب، قادر تكون بتتعامل، وتحنن قلب أخوهم يا رب عليهم، قادر إنك تفتقده، قادر إنك توصل لي كلمة ورسالة من عندك. في اسمك يا رب بنطرح الطلبة دي أمامك ونقول لك أنت هو إلهنا الحي العظيم القوي اللي احنا بنعبده، ونقول لك لا يعصر عليك أمر. بنعلن إيماننا في شخصك وإنه عندك طرق ومخارج كتيرة. ارسل يا رب، ارسل انت اي شخص يكون بيجد نعمة يا رب في عينين الاخ ده، وتكون انت بتصنع صلح ما بين الاخوات وبعض. بنقول لك تعالى في وسط الاسرة دي، تعالى اؤمر بسلام كده، اؤمر بسلام، اديله انه يعرف انه علاقته باخواته اهم واغلى من الفلوس. بنحط طلبتنا امامك وعينينا عليك ونقول لك يا رب منتظرينك، منتظرين خلاصك يا سيد. امين أمين أمين. يعني هو لا يعدم وسيلة، يعرف يكون بيتكلم حتى في الأحلام، ويكون بيرجعنا عن كل طرق بنبقى ماشيين فيها بتبقى مش صح. صلاة عاجلة من أجل مارينا في غيبوبة عميقة، الرب يطلق روحها حرة من أي قيود. وصلاة من أجل مجدي في غيبوبة وفي العناية المركزة. صفوت أخونا هيشاركنا الصلاة، تفضل يا صفوت. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا رب بنطلب من اجل بنتك مارينا اللي في الغيبوبه، يا رب انت قادر تمد ايدك يا رب. بنصلي من اجل قوه شفاء ليها بالروح القدس، وبنصلي ايضا من اجل اطلاق روحها يا رب حرة في اسم المسيح. ما يكونش عدو الخير يا رب تدخل في الوقت دوت في اسم المسيح. بنسأل من أجل نعمة لبنتك يا رب، من أجل ملائكتك تحيط بيها، بنتك تكون في معسكر القديسين يا رب. ما يكونش بيقتنص روحها إبليس، لكن في اسم المسيح تنقذ من بين أنياب الأسد يا رب. أشكرك أنك جيت لتخلص يا رب كل اللي إبليس يا رب عايز يهلكهم، أنت جيت علشان تطلق المقصورين أحرار. اطلق رب، اطلق بنتك من اثر يا رب، من اثر العدو، اطلق روحها حره في اسم المسيح يا رب. ان كانت مشيئتك انها تنتقل في هذه الايام، فاحنا بنسال يا رب انك انت تكون بتدي نعمه ليها ولاهلها، وبتمد يد الشفاء يا رب الروحي ليها. بنصلي من اجل ان روحها تنحل من كل ربطات يا رب العدو النجس الشرير، وترسل قوه شفاء للروح يا رب. وإن كان في مشيئتك يا رب إنك تشفي، فمد يد الشفاء يا سيدنا الرب. يا رب إحنا عايزين نقول لك فلتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. إحنا مش عايزين نفرض يا رب عليك أمور، لأنك أنت الحكيم القديم الأيام اللي عارف خيرنا فين واللي عارف أوقاتنا. يا رب أنا بشكرك من أجل إنك أنت عندك وحدك الأوقات والمواقيت يا رب والأزمنة. أنا بشكرك من أجل إن أنت عارف يا رب وقت بنت ايه، نعمة لأهلها يا رب. بنسأل من أجل نعمة لأهلها، بنسأل من أجل نعمة لوالديها وأخوها في اسم الرب يسوع. بنصلي من أجل أخونا الداني اللي في غيبوبة، أنت قادر بنعمتك يا رب، بنعمتك
سعادتك انك تزورهم يا رب، تتعامل مع ارواحهم يا رب. انت لا تعدم وسيله، انت تخترق اسطار الظلام. روحك العظيم القدوس يتعامل مع نفس مع ارواحهم وهم في الغيبوبه، وتصنع ايات وعجائب عظام بحسب حكمتك وحسب قصدك وحسب المواقيت والازمنه. لكل مجد وكرامه بنرفع طلباتنا في اسمك بشفاعه العذراء مريم وجميع مصاف القديسين. لكل مجد وكرامه امين. أمين أمين. إحنا بنطلب في الأوقات دي إن الروح تكون نشيطة جدا، وتكون كده وقت ما الجسد ضعيف الروح تكون نشيطة وبتتجاوب مع تعاملات الرب في الوقت دوت. أمين. صلاة من أجل ماركو، شاب صغير عنده كانسر وانتشر في جسمه، وصلاة من أجل الطفلة جومانا جورج محتاجة معجزة شفاء، وصلاة من أجل بولا عنده كانسر انتشر في الجسم، وصلاة من أجل سميرة هتعمل عملية استئصال ورم. أرجو الصلاة من أجلي، عندي كانسر وتعبانة خالص. اتفضل يا نشأت. نعم نبارك اسمك لأنك عظيم. يقول عنك الكتاب لم ترى عينا إلها غيرك يصنع نعم. لمن ينتظره. نعم. وإحنا جايين يا رب مع أولادك، شكرك انك فاتح لنا باب السماء، واحنا فقط جايين على دعوتك لينا. تعال الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. جايين على دعوتك دي يا رب، جايين على دعوتك يدعوني فاستجيب لهم. نعم يا رب، ليس لنا داله ولا صلاح غير ان احنا وعودك، وجايين لك في ابنك يسوع، واثقين فيك في عظمتك اللي ليس لها استقصاء ولا حدود. ونقول لك من كل القلب، لم تر عين إله غيرك يصنع لمن ينتظره. أشكرك وبارك اسمك. إحنا في انتظارنا ليك يهرب الحزن ويهرب اليأس، إذا فقدان الأمل. في انتظارنا ليك يا رب تذهب عننا الكآبة والتشكيك يا رب. عشان كده جاي لك مهما كان يا رب، مهما كان يا رب. أنت الجبال تهرب من أمامك يا رب، أنت البحر يا رب هرب من قدامك يا رب. نعم أنت صنعت عجبا، وصنعت المستحيلات، وصنعت اللي مش ممكن، لأن لديك ممكن يا سيدنا الرب. سلمك أولادك يا سيدنا بأوجعهم أمراضهم، وأنت عظيم، وأنت إله قدير، وأنت اللي مكتوب عنك أخذت الأسقام، حملت الأمراض والأوجاع. نعم، واللي مكتوب عنك يا رب حبريك شفينا، واللي مكتوب عنه تأديب سلامنا عليه. شكرك، أدي أمراضنا وأدي أوجعنا الصعبة مستحيلة، لكن أنت دفعت ثمن شفائنا. مبارك اسمك، دفعت ثمن أوجعنا، نسجد أمامك. تسمع لينا في صراخنا وإحنا ننتظرك، ولا يخزى منتظرك. نعم جايين مع أولادك يا رب، والمرض والتعب والكانسر والأمور المستعصية. نعم عند الناس صعب ومستحيل، لكن عندك لا شيء مستحيل. نعم يا رب جاي لك استودع أولادك بين إيديك، مرضهم بين إيديك، وروح المرض تحت سلطانك، والكانسر تحت سلطانك، ومهما كان الأمر صعب جدا تحت سلطانك. وبارك اسمك، أنت عظيم، بسبحك وبرفعك وبعليك. نعم قادر من مثلك، قادر من مثلك، حنان ورحيم، كثير الإحسان والوفاء لأولادك. احسن إلى أولادك، ترأف عليهم، انظر إليهم في المحبوب يسوع. ترأف وارسل مرحمك عليهم وعلى أتعابهم وعلى أوجعهم وعلى أحزانهم. أشكرك لأجل المكتوب بحبره شفينا، بشكرك لأجل المكتوب يا رب مجروح لأجل معصينا، مسحوق لأجل أسامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. نعم نؤمن بوعودك، نؤمن بكلامك. ارسم نعمة لأولادك، ارسم موجات شفاء لعبيدك يا رب، ارفع راسهم. نعم نشكرك انك تحيط بهم، نشكرك انك تسيك حواليهم، نشكرك انك تتحنن عليهم، نشكرك انك يا رب يا رب تحتضنهم وتعلن لهم كثرة السلامة. مبارك اسمك، كل الكرامة والمجد ليك. امين امين امين. نرجو الصلاة من أجل الطفل مينا محجوز في العناية المركزة يحتاج إلى لمسة القدير، وصلاة من أجل ميري عملت عملية الرب يكمل شفاها على خير. تفضلي يا هالة. بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين.
مكتوب كده: إلى الرب أصرخ والرب يخلصني. بنجيلك وبنصرخ يا رب لأجل ولادك، أنت قادر أنك تكون بتتلامس معاهم يا رب، بنحط ابنك يا رب في العناية المركزة، أنت تقدر تكون بتدخل، أنت تقدر تكون موجود، يكون بيشعر ابنك وهو رغم أنه طفل صغير لكن يشعر بأحضانك وبمحبتك، يشعر بملايكتك كده ترسلها حواليه وتكون بتفرح روحه كده، وتكون بتعزيه، وتكون لمساتك يا رب وطبطبتك عليه بتريحه يا رب. استلم ابنك يا رب، بنصلي أنه تلمسه لمسة شفاء، لمسة شفاء يا رب لابنك، ولمسة شفاء لبنتك، كمل ليها يا رب تكون بتتعافى سريعا بعد العملية، وتؤمر كده انه العملية تكون بتنجح، وتكون بتشعر برضو بنتك بوجودك معاها، وانت كده بتمسك ايديها، وتكون قوتك بتسري في كيانها، وتكون بتقويها تقويها يا رب. فرح ولادك يا رب في اوقات مرضهم وتعبهم، تعالى تعزياتك تكون بتلذذ نفسهم، تعالى اديهم قوة يا رب في أرواحهم وفي نفوسهم وفي أجسادهم، أنت مصدر القوة، أنت مصدر الحياة، تتراءى لينا في وسط ضيقتنا وأمراضنا وأتعبنا، مبارك اسمك. أمين أمين أمين. مفيش مرض يستعصي على الرب، فخلونا نكون بنستغل الوقت دوت ونكون بنروح بيه لربنا، فنعرف نكون بنجد نجاة ونجد خلاص في اسم يسوع. من فضلكم صلاة لمينا تعبان نفسيا ومفيش أي حاجة بتفرحه، صلاة من أجل أبنوب إنه يرجع للرب. أختنا إيمان هتشاركنا الصلاة، تفضل يا إيمان. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نعظمك ونحمدك ونشكرك يا رب على وجودك، على محبتك، نضع أمامك يا رب ولادك مينا وأبنوب. مكتوب كده أن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص ولم تثقل أذنه عن أن تسمع. شكرا ليك إنك مدد إيديك بالمعونة والسندة لأولادك، بصلي يا رب إنهم يتجووا معاك حتى لو تعب وضعف في مالي القلب، أنت تنظر يا رب للإحتياج وتسرع يا رب بإعلان محبتك وتحنناتك، بصلي يا رب تنفتح العين وتشوفك، تقع يا رب كل القشور منع رؤيتك، بصلي يا رب إنه لا يطول الوقت في بعضهم عنك، تتكسر باسم يسوع كل إعاقة من عدو الخير، تعطل يا رب استجابتهم ليك، سريعا يا رب تأتي بهم زي الابن الضال، أقوم الآن مش بس بعد شوية علشان يرتاحوا ويفرحوا، ويتكلموا يا رب القوية وإيديك القديرة بشفاعة كل قديسيك يا رب، اسمع واستجيب لكل المجد. آمين آمين آمين. ممكن نتعزى بترنيمة وجدي؟ الترنيمة بتقول إنه بالأحضان الأبوي الرب بيندى علينا بالحضن. قلب الرب بيندى، وإحنا لما بنرجع حتى لو شايل ومتحمل بذنوب، مجرد ما بيجي يسترني بدمه بتبقى الحياة بتختلف. بنتمتع بيك يا رب بحنانك وبغطاء دمك علينا بالأحضان الأبوية. برجع ليك يا رب، برجع ليك. راجع للقابل حنان واثق
يا سنين عمر اللي انقضى في قديمي جايلك بخطايا سنين عمر اللي انقضى في قديمي دقت مرار البعد قسيت واتمنيت أرجع عليك عدت لنفسي بدمعي بكيت عند البيت صارخ ليك راجع علي القاب الحنان واثق إن أنا ليا مكان راجع علي القاب الحنان واثق إن أنا ليا مكان كده رجوع. وزي الابن الشاطر زي ما الكنيسة بتسميه قال كده أقوم الآن وأرجع إلى أبي. يا ريت النهاردة ده يكون قرار لينا كلنا، كل حد كده حس إنه تاه، حس إن في فصل بينه وبين ربنا، حس إن في خطية، حس إن في أي ظروف فصلت بينه وبين ربنا، ياخد القرار ده دلوقتي، أقوم الآن وأرجع إلى أبي. أوقات المرض أمين. والمشاكل الصعبة بتكون بتخلي النفس كده زي ما يكون القلب بيتعدى لطلب ربنا، ويحس إنه في ضيقة كبيرة ومفيش حد عارف يعمل له حاجة، بيكون فعلا. وقت أمين. حلو قوي إنه حتى لو أنا مش عندي علاقة بربنا إنه ده وقت هجري لحضن وأقول له عايز أعرفك وتكون أمين. بتساعدني وبتسندني. أمين أمين. إحنا معنا اتصال أبو سمير من الأقصر. ألو شكرا. اتفضل حضرتك على الهواء. مساء الخير. مساء النور. كل سنه وحضرتكم. وانت طيب. انا صلت الصلاه من مراتي مريضه عندها مرض نفسي وعندي حصى ومراره وعندي ورم في جسمها كله يعني متورم كده. وكان الأجل أولادي أن ربنا ينحس في حياتهم وأن ربنا يحوط عليهم من كل شر ويحافظ عليهم. أمين. وخصوصا من الحاجات المنتشرة حاليا أن ربنا يحافظ عليهم ويشفي كل المرض فيهم. وصلوا من أجل المرضى الذين في البلد المكار عندهم أمراض كثيرة لدي كانسر ولدي فشل كلوي. عن حضرتكم أمين. هنصلي وصلي معانا يا أبو سمير للمدام وللأمراض النفسية والجسدية ولولادك، وطالما أنت الرب حاطط في قلبك تكون بتصلي كمان للمرضى اللي شايفهم حواليك، صلي معانا. والرب قايل ووعدنا أنه كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. تفضلي نشأت ردت كده نمل الله. وكمان هو عايز ولاده يتجوزوا. أمين أمين أمين. نردد المعنى اللي ابتدينا بيه، انما لله انتظري يا نفسي. يا نفسي امين. مفيش سكه ثانيه كده، حتى المرنم قالها ولذلك ينتظر الرب ليه يترأف عليكم ولذلك يقوم ليه ليرحمكم ليه، لان الرب له حق طوبى لجميع منتظري. يعني يا بخت اللي مستنينه. قال ان هو اللي هيبقى واثق فيه، هو السند، هو المنفس، هو الحل، هو الحياة. أمين. فطوبى لجميع المنتظرينه، لأن عمر ما يكون انتظار، مش هيخيب انتظار. أمين. لا يخزى منتظره، ده وعد، لأن الرب هو اللي أنا منتظره، مش إنسان. أيوه. كده لا يمكن انتظار يخيب، واتكالي عليه
يا قوم اتكلوا عليه، اتكلوا على صخر الدهور. صلي لاجل اخونا سمير وبيته، ابو سمير، ابو سمير وبيته واولاده كل الطلبات، ولكن ينتظر الرب. اشكرك، نبارك اسمك. نعم يا رب، فعلا احنا منتظرين مين ومنتظرين ايه؟ مش ننتظر غيرك، ولا هنطلب من غيرك، ولا ليها حل غير عندك، ولا في سلام ورجاء وامان الا فيك. نعم، لذلك ينتظر الرب ليترائف عليكم، لذلك يقوم الرب ليرحمكم، لان له حق. طوبى لجميع المنتظرين. اشكرك ونبارك اسمك. انا بصلي لك اجل ابو سمير، اجل كل طلباته، اجل الامراض، من اجل التعب، ومن اجل طلباته لاجل ولاده، ومن اجل الناس اللي بيصلي لهم وفيهم امراض، ولاجل زواج ولاده. يا رب ادينا من فضلك بعينين مفتوحه، ببصيره روحيه، نعرفك ونشوفك عشان نتاكد ونكون على يقين انك انت الوحيد الجدير بالانتظار، والوحيد الجدير بالثقه، والوحيد الجدير احنا نتكل عليه، والوحيد والجدير اللي لينا فيه خلاص ولينا فيه حياه. يا رب انا بصلي لك لاجل ابنك وبيته، ولاجل كل اللي الناس اللي رب بيطلب من اجلهم، يطلبوا الحياه، يطلبوا الرب، يطلبوا يا رب انه يا رب تكون انت معروف لديهم، معلن ليهم، معلن ليهم خلاصك، ومعلن ليهم فدائك، ومعلن ليهم رحمك، ومعلن ليهم محبتك وبوتك. في اسم المسيح قلوب كتير يا رب تتفتح النهارده، تقبلك اله ومخلص رحيم يترائف، اله مخلص يعرف المتوكلين عليه. نعم، في اسم المسيح اصلي لك قبل انك يا رب تستجيب لطلباتهم وانتظارهم ومتاعبهم. انت اصلي لك لاجل عينين تتفتح عليك، وقلوب تستقبلك ملك على حياتها، وبيوت تتفتح لك، ونفوس تستقبل الحياه، لانك انت هو الطريق والحق والحياه. اشكرك، بك نوجد ونحيا ونتحرك، في اسم يسوع، في اسم يسوع نقبلك رب ومخلص لحياتنا. أصلي من أجل ولاده، من أجل زواجهم، أنت أمين عليهم، أنت تدبر كل أمورهم، أنت تسمع للصلوات والطلبات، لأنك أبونا مسؤول عننا. يا رب ترعانا حسب كمال قلبك. أشكرك وبارك اسمك. اسمع واستجيب لطلبة واحتياج ابنك يا رب، واسمع لطلباتنا من أجل يا رب أنه العينين والقلب تفتح لك، والبيوت تتفتح لك. أشكرك وتكون أنت ملك جدير بالملك، جدير انك تكون سيد على حياتنا. كل الكرامة والمجد لك. امين امين امين. نكون بنصلي كده ان الرب يكون بيعد طريق لخلاص ولاده في اسم يسوع، ينقيه من الحجارة ويرسل ملائكة امامهم، ويكون بيمهد الطريق التوبة والرجوع في اسم يسوع. صلاة من أجل أمونيوس جرجس، عنده شلل نصفي، وصلاة من أجل شهدي، الرب يشفي، عنده شلل نصفي. تفضلي. بسم الله والابن والروح القدس، إله واحد أمين. يا رب جايين لك إحنا أولادك، بنقول لك يا رب الرب هو المعطي قوة وشدة، تحط إيدك يا رب على أولادك وتديهم قوة وشدة. مكتوب كده إنه تشرق يا شمس البر والشفاء في أجنحتك، تعال اشرق عليهم بنور وجهك يا رب، يكونوا بيشوفوك ويعرفوك، وتكون بتشفيهم يا رب. أمواج شفاء كده تكون بتخرج من عندك يا رب لأولادك، وتكون بتتلامس معاهم وتشفي أرواحهم ونفوسهم وأجسادهم، يكونوا بيختبروا يمينك القوية القادرة على إنها تنقل ليهم معونة، تنقل ليهم سندة. أيوة، الرب هو المعطي قوة وشدة، الرب هو المعطي قوة وشدة، تكون في نفسهم بتتعلق بيك، ويقولك أيوة هننتظرك، ومنتظروك لا يخزو أبدا، هننتظرك، وإنت تدينا قوة وشدة من عندك يا رب، قادر تشددهم وتقويهم يا رب على أي مستوى، روح ونفس وجسد. انت تقدر، انت تقدر لو بحسب مشيئتك الصالحة يا رب. عندنا الإيمان اللي يقول لك يا رب انت أقمت قبل كده، أقمت المفلوج وأقمت المقعد، وكان بيطفر فرحا بسبب عملك وبسبب حضورك يا سيدي الإله. يكون أولادك بيفرحوا بوجودك وبحضورك وبلمساتك الشافية. أمين أمين أمين.
امين. صلاه من اجل مريم، عندها ورم وهتعمل اشعاعات، الرب يسندها هي واسرتها لانهم منهارين. اتفضلي يا نشأت. قال المرنم، قال ايه؟ احببت لان الرب يسمع تضرعاتي. ولا في مكان تاني بيقول لانك كنت عونا لي وبظل جناحيك احتمي. وبظل جناحيك ابتهج. تاني، لانك كنت عونا لي وبظل جناحيك ابتهج. فقال ايه؟ التصقت نفسي بك. يمينك تعدني. واحد مره قال له احببت لان الرب يسمع صوت تضرعي، وفي مكان تاني لانك كنت عوني ايه؟ وبظل جناحيك ابتهج، التصقت نفسي بك. احببت والتصقت نفسي بك لانك كنت عوني. في ضيقات نجري على الرب ونشوف يده ونشوف معونته ونشوف محبته ونشوف مراحمه، ونقول احببت انك سمعت تضرعاتي، واشوف عونه ومعونته انه التصقت نفسي بيه. ده اعظم عطيه، اكتر من اي خلاص تاني، من اي ضيقه. اشكرك، احبك جدا، تستحق ان نفوسنا تلتصق بيك، تستحق ان احنا نطلب في كل حين. عايز اعرفك، عايز اشوفك، واقول لك زي موسى كده اريني مجدك. تستحق انك انت تاخد القلب وتاخد شق قلوبنا، وتستحق انك انت تبقى سيد وملك على حياتنا. بتاخدنا الضيقات بعيد، وتاخدنا الاحزان في حته تاني، وتاخدنا الياس والكابه القلب في دنيا تاني، وبياخدنا العالم في دنيا تاني. لكن انت يقول كتاب الرب يضمني، الرب يضمني. انا بسالك من اجل اولادك، ضمهم يا رب في الوجع، في الضيقه، في الاوجاع اللي ملهاش حل، والامراض اللي ملهاش حل. نعم، في اسم المسيح يمينك تعضدهم، يبتهجوا لانك انت حي فيهم، يبتهجوا لانك انت خلصتهم، يبتهجوا لانك انت موجود، يبتهجوا لانه شعر انك انت حاضر، يبتهجوا لانك انت لم تتركني ولا تهملني، لانك لم تنساني ولا تتركني للحيره، ووحيد في مرضي وفريسه الاتعاب وفريسه الاحزان. التصقت نفسي بك، جديت عليك، قلت ان ما فيش حد غيرك يطمني، ما فيش غيرك يديني سلام، ما فيش غيرك يهدي روحي نفسي من الانزعاج والقلق. التصقت نفسي بك فوجدت فيك سلامي، وجدت فيك شفائي، وجدت فيك حياتي، وجدت فيك خلاصي. انت لي كل شيء، بسألك لأجل ولادك يا رب. نعم، لأجل طلبة دي يا رب، في اسم يسوع المسيح عدد بيمينك، خلص بيمينك، أظهر غيرتك على ولادك يا رب. انقذ، انقذ ولادك، لا تسلم للوحش نفسي أمامتك. قضية بأسك لا تنسى إلى الدار. خلص بنتك يا رب، خلص ولادك من المرض، لا يكونوا فريسة للمرض في اسم المسيح، لأنك صالح، ولأنك قدير، ولأنك عظيم، ولأنك غيور على ولادك وعلى شعبك. أمين 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 في اسم يسوع. صلاة من أجل وجدان، عندها جلطة، وصلاة لسامية عندها غضروف ضغط على العصب ولازم عملية جراحية، وصلاة لأجل نادر عنده جلطة الرب يشفيه، وصلاة لأجل أبو روماني عنده جلطة في المخ. أختنا سناء هتشاركنا الصلاة، تفضل يا سناء. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نسبحك يا إلهنا الصالح لأنك قدير، بعظم اسمك لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك. يا رب جايالك مع إخواتي وجدان ونادر أبو روماني وسامية بمشاكلهم الصحية يا رب، اللي عندهم من جلطات أو غضروف. يا رب جايين نقول لك إلى من نذهب نحوك أعيننا، لأنك حنان ورحيم. أنت يا رب ملجأنا الوحيد المضمون، اللي عندك حلول لمشاكلنا وأتعبنا. بنصدق يا رب أنك إله المستحيلات، لا يعثر عليك شفاء إخواتي مهما كان الأمر صعب يا رب على الطب. هو مش صعب عليك، لأنك قلت في كتابك غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. يا من كنت تقول تصنع خيرا لشعبك، نثق يا سيد أنك تقول وتصل لإخواتي وتصنع عليهم الخير الآن في اسم يسوع. أشكرك يا رب أنك تمتع إخواتي بتعاملاتك ولمساتك الحانية، فيخرجوا ويخبروا بكم صنع الرب بهم. أشكرك يا رب أنك تسمع لصلواتنا من أجل دم الذبيح يسوع، من أجل شفاعات العذراء مريم وكل القديسين، لكل المجد يا رب. أمين 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 أمين.
صلى من أجل كرولوس، عنده مرض في عينه الدكاترة قالوا بيسبب عمى، الرب لا يسمح. وصلى من أجل منال، عملت عملية في العين، صلى إن الرب يكمل معاها الشفاء. تفضلي نشأت. شكرك ونبارك اسمك. لكن مكتوبة تعلمين إن الرب، أنا الرب الذي لا يخزى منتظره. اسمع يا رب لطلبة ولادك. أشكرك لا يخزى منتظرك أبدا النهاردة. أشكرك وبارك اسمك لأنك أنت حاضر تسمع، وحاضر تأخذ موقف، وحاضر تظهر يمينك، وحاضر يا رب تحمل ولادك على الأزرع الأبدية، لأن مكتوب على الإله القديم ملجأ أزرع الأبدية من تحت، ترفع ولادك، نعم تنتشلهم من كل ضيقة إلى رحب لا حصر فيه، تملأ مؤونة مائدتهم دهنا وفرحا وتعسياتا، تملأ ليلهم بنورك يا رب، نعم تحول نوحهم لفرح. أنت أمين جدا وعظيم جدا تجاه ولادك، أنت صالح وإلى الأبد مرحمك. اسمع واستجيب لأجل محبتك ولأجل صلاحك ولأجل أمانتك. اسمع واستجيب لأجل ابنك يسوع النهاردة، نعم وتصنع خلاص عظيم، ويكون هو ده اليوم الذي فيه صرخنا إلى الرب وسمع صرخنا. فأدعوه كل أيام حياتي، أدعوه مدة حياتي كلها، أدعوه كل أيامي، لأنه سمع لصراخي، لأنه عرفته، لأنه شفته، لأنه أدركت كويس أنه هو في صفي، أدركت كويس أنه هو معايا، أدركت كويس أنه هو بيحبني حب فوق الوصف فوق الخيال، أدركت صلاحه الغير مترك لعقلي، لكن شفته ولمسته في حياتي. أسألك نجل أولادك يلمسوك في حياتهم، يلمسوك في مرضهم، وتكون دي أعظم بركة في حياتهم، ودي اللي معناها بيقول الكتاب عنها حول إلهك اللعنة لبركة. أعظم بركة أشوفك في تعبي في وجعي، أعظم بركة في تعبي في وجع ألمسك وألمس حضورك، أعظم بركة الحياة إن عناية تبصرك زي ما قال عبدك بسمع الأذن سمعت عنك، والآن رأتك عيني. بارك ولادك، احسن عليهم، احسن إليهم، إن عيونهم تشوفك وإيديهم تلمسك، وياخدوا قوة كده من العقل، وانت أيضا بمحبتك وأمانتك تخرج قوة منك لشفائهم، لأنك عظيم. كل الكرامة والمجد لي. أمين أمين أمين. يعزنا بإله زي إلهنا، يا فخرنا بيه. صلى من أجل صباح بتغسل كلى، وصلى من أجل بولا مرض خطير، الرب يلمسهم ويشفيهم. وصلى لمارينا عندها مرض مناعي يهاجم الجسم وارتخاء في الصمام الثلاثي بالقلب وخمول الغدة النخامية. تفضل يا هلا. بسم الله والابن والروح القدس لان واحد أمين. نجي لك يا رب ونقول لك كلامك كده بيقول أنه شفى كثيرين كانوا مرضى بأمراض مختلفة. أيوة حبيبي، أولادك مرضى بنيجي نطرحهم أمامك ونقول لك واثقين فيك، واثقين في القلب اللي بيحب وبيتحنن، واثقين في اللي بيرفع وبيحمل ويشدد، واثقين فيك. أيوة تشفي ولادك يا رب حتى إذا كان مرض خطير، بنيجي نعلن إيماننا بيك، بنقول لك أنت تنجي وتنقذ وتصنع الآيات والعجائب يا رب. إيماننا فيك كبير. أيوة شفناك وعارفين ومتيقنين أنه أنت إله عظيم، يا ما صنعت آيات وعجائب يا رب. اصنع مع أولادك يا رب، اصنع آيات وعجائب، ويكون بتتراءى ليهم زي كده ما ترائيت مع الفتية الثلاثة في وسط أتون النار يا رب، وحضورك كان قوي، وحضورك لمسوه وشافوه وفرحوا بيه يا رب، وسط النار وسط الألم وسط التعب، ولادك يشوفوك ويقولوا لك نؤمن بيك ونؤمن بيك، ومنتظرينك ومنتظرين شفائك ومنتظرين تعاملاتك ومنتظرين آيات وعجائب تصنعها معانا. ليك الحمد والشكر يا رب، لأنه في قلبك إنك تعمل كتير يا رب مع ولادك. أمين أمين أمين. صلى من أجل صمويل، عنده مشاكل نفسية بسببها دخل في مشاكل قانونية وعنده قضية قريب. وصلى من أجل مينا تعبان نفسيا، وصلى من أجل أم عادل شوقي لأجل كل ألم بتمر بيه. صفوت هيشاركنا صلاة، تفضلي صفوت.
أبونا السماوي العظيم، نباركك ونسبحك ونعظمك رب من أجل قدرتك العظيمة وإمكانياتك المذهلة. أشكرك لأنك أنت الإله القادر على كل شيء، أشكرك لأنك أنت تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. إحنا بنعلن إيماننا في شخصك في بداية الصلاة، بنعلن إيماننا بشخصك وبقدراتك العظيمة، بنعلن أنك أنت إله عظيم، وعلشان أنت إله عظيم بتصنع آيات وعجائب عظيمة مع شعبك. أبويا السماوي جاي بحط كل إخواتي اللي تعبانين نفسيا يا رب، اللي في ضغوط نفسية وفي ألم نفسي يا رب، في اسم المسيح من أجل مد يد الشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم ابنك القدوس يسوع. المس النفسيات المتجرحة المتعبة المهلهلة يا رب، تعالى بنعمة غنية من عندك، تعالى بقوة الروح القدس يا رب، وإلمس لمسات شافية، لمسات محررة يا رب، أطرد كل أعمال العدو من حياة أولادك وحياة شعبك في اسم المسيح الغالي يا رب. كل أرواح شريرة، كل أرواح مرض نفسي مسؤولة عن التعب النفسي تكون بتطرد بسلطان اسم الرب يسوع. قوة شفاء لشعبك، قوة تحرير لشعبك في اسم المسيح يسوع. اخواتنا اللي طلبوا الصلاه يا رب، انت قادر تمد ايدهم موجات من الروح القدس العظيم، موجات من الفرح، موجات من السلام، موجات من التعزية تأتي على النفوس المتعبة. أشكرك لأنك تشفي من الاكتئاب، تشفي من الشعور بالخذلان، تشفي يا رب من كل الشعور بالقلة، بصغر النفس، شعور بالإحباط يا رب وباليأس في اسم المسيح. تعالى على نفسياتنا المتعبة جدا واصنع يا رب قوة شفاء في اسم المسيح. أشكرك لأنك بتتحنن على شعبك وولادك، أشكرك لأنك بتخرج من قلبك يا رب محبات لشعبك رب مشمولة يا رب بقوة شفاء عظيمة. أشكرك لأنك كنت بتتحنن لما بتشوف حد تعبان تقول تحنن يسوع ليك المجد والكرامة، أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد. تتحنن تحنناتك على أولادك رب، تفجر طاقات الشفاء والحرية والفكاك من عندك رب لشعبك في اسم المسيح. نستودع كل واحد مريض نفسيا وكل واحدة، وبالأخص أخواتنا اللي طلبوا الصلاة، بنصلي من أجل رب ليهم حرية وشفاء وإطلاق وإبراء وفكاك وراحة، راحة نفسية، سلامك يملأ قلوبهم، سلام الله الذي يفوق كل عقل يملأ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. لكل مجد وكرم بشفاعة العذراء مريم وكل معمى صف قدسين، لكل مجد وكرم من الآن وإلى الأبد. آمين آمين آمين. نثق كده أنه يكون وقت حرية وشفاء في اسم يسوع، حرية وشفاء، كل قيود كده على أرواحنا تكون بتاخد حرية الآن، حرية وشفاء في اسم يسوع. ممكن نتعذب ترنيمة وجدي. ترنيمة بتقول يسوع نبع صافي أحلى حضن دافي، هو ده اللي يخليني مرجعش للعالم تاني، إنه بدو الطعم الرائع، طعم حضن يسوع. يسوع يا نبع صافي. Yeah.
نبع صافي يا أحلى حضن دافي ده حب ليا كافي عمري ما هرجع تاني راجع وبعزم جديد وأحيا عهد جديد راجع وبعزم جديد وأحيا نبع صافي يا أحلى حضن دافي ده حب ليا كافي عمري ما هرجع تاني يسوع يا نبع صافي يا أحلى حضن دافي ده حب ليا كافي عمري ما هرجع أمين. كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. اللي هيدوق حب الرب يسوع مش هيدور على مية العالم يكون بيرتوي منها. سلام من أجل راندا سمير، ربنا يشفيها، عندها نزيف في المخ في العناية. وسلام من أجل مينا، تعب تاني واتحجز في المستشفى. تفضلي. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. مكتوب كده، الله لنا إله خلاص وعند الرب السيد للموت مخارج. أيوة رب عندك مخارج، عندك مخارج، بنسألك تكون بتأتي لبنتك كده مهما كان حالها رب، مهما كان حالها، وتؤمر بحياة يا سيد، تعالى المسها وتراءى ليها كده في روحها، تكون بتحس بوجودك حتى وإن كانت في غيبوبة رب، تكون بتشعر بوجودك وتكون حياتك بتستلمها كده وتسري في كيانها، حياتك تسري فيها رب. اوهب لبنتك حياة، اوهب لبنتك حياة لأجل اسمك رب تصنع. نسلم ليك مين يا رب، نقول لك وإن كان دخل المستشفى تاني بس نشكرك على المرة الأولى اللي خرجته منها، وانت أمين انك تكمل عملك يا رب معاه، ونفس الإيد القوية اللي شافت ورفعت وحملت تكون بتسنده وتكون بتقويه وتكون بتخرجه تاني يا رب بالسلامة. كمل عملك وكمل شفائك يا رب لأولادك، بنستودعهم في يمينك القوية القادرة على انها تشفيهم وتحفظهم تحميهم على كل المستويات يا سيد. أمين أمين أمين. صلاة من أجل حربي لإيجاد شغل، وصلاة من أجل أم مينا عندها خشونة في الركبة. تفضل يا نشاط. كتاب يقول كده، لأنه لم يحتقر ولم يرجل مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه، بل عند صراخ واستمع لي. بس ما أقول الآية دي عشان إيه؟ عشان البعض اللي عنده أفكار، الرب ما بيسمعش، الرب مش شايفني، الرب ناسيني. لا، الرب شايفك، الرب سامع ليك، الرب بيقدر ألمك. قبل ما يقدر ألمك، الرب بيقدرك جدا وبيقدر ألمك، لم يحجب وجهه عنك. لكن أسأل سؤال، أنت فين؟ ليه أنت حاسس أنه كأن الرب حجب وجهه عنك؟ غير مكانك هتلاقي نور الرب يصدع في حياتك، وتكون شايف أن الرب معاك والدنيا سماوات مفتوحة ولم يحجب وجهه عنه. بس عايز أكد أن الرب لم يحتقر صلواتك ولا طلباتك. تعال نشكره، وكل أحبانا شكر رب على النعمة الغنية، على صفات الرب الرائعة، على تحنناته وعلى أمانته. شكرك، نبارك اسمك. قد إيه أنت مقدرني، وقد إيه حاسس بي، قد إيه أنت معايا، وقد إيه أنت ماشي في سكتي، إن كان السكة ألم، إذا كان السكة حيرة، إذا كان السكة وجع، إذا كان السكة مرض، أنت معايا في سكتي. أشكرك، تظل أمين طول الحياة. نعم، كل أيامنا تشهد عن أمانتك، تشهد عن إخلاصك. نعم، بندور في العالم وفي الدنيا دي عن حد مخلص، إخلاص حقيقي، بندور بين الناس وإنت موجود، مفيش في إخلاصك، مفيش في محبتك، وانت موجود مفيش في وفائك،
لكن قلوبنا منصرف عنك. عايزين نجي لك ونعيش معك ونشوفك وانت ماشي معنا، ونشوفك انت معنا في ألم وفي الضيقة، ونشوف قد انت مقدر تعبي وسامع صراخي، وقد انك لم تحتقر ابدا وجعي ولا تحتقر حالتي، كنت حتى بعيد عنك ولا تحتقر صراخي، حاشا، مش انت، مش هو ده الرب، لا، انت بتسمع عند السماع الصراخي تستجيب لي يا رب. مبارك اسمك. اسمع النهاردة لولادك يا رب، طمنهم، مد يدك واحملهم، اسمع لطلباتهم. نعم يا سيدنا الرب، احمي ودانهم من كل أصوات غريبة من عدو الخير. الرب نسيني، الرب مش مقدرني، الرب مش سامعني، الرب متأخر، حاشا يا سيد الرب. لا أنت بتأجل ولا أنت بتحجب وجهك ولا أنت بتتأخر. مبارك اسمك. فأنا العينين عبيدك يا رب، ومد إيدك وخليهم يطلبوك بإيمان، يطلبوك بثقة، ويشوفوك برؤى العين والقلب والبصيرة الروحية أنك أنت حي وموجود، تسمع لصراخهم وتسمع لسؤالهم وطلباتهم، وتشفي من أمراض وتخلص من أزمات. كل الكرامة والمجد لك. أمين أمين أمين. شكرك رب لأنك إله أمانة لا جور فيك. صلاة من أجل سميرة عندها أنيميا، وصلاة من أجل عواطف الرب يعطيها نسل. سناء طلبة صلاة من أجل أخوها علي، الرب يعطيه نسل ويفرح قلبه. أختنا إيمان هتشاركنا الصلاة، تفضل يا إيمان. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. شكرا لك يا أبو مراحم الرأفات، مكتوب ويكون أني قبل ما يدعون أنا أجيب. أنت تأتي يا رب بالإجابة لولادك سميرة وعواطف وسناء. أنت تعلم يا رب الاحتياج، شعر بكل واحد فيهم. نأتي إليك يا رب مع أخواتنا زي حنا وصمويل، جت وهي مرة النفس وحزينة الروح لكن لم تستسلم، نتعبتها أمامك وأكثرت الصلاة. بطلب يا رب في مراحمك وتحنناتك إن ولادك ما يستسلموش لأفكار إبليس أو التشكيك في صلاحك، لكن يكثروا الصلاة أمامك، يسكبوا نفسهم أمامك. زد إيمانهم يا رب بصلاحك وبيك، لا تعدم وسيلة في تسديد الاحتياجات. احفظهم، فرح قلبهم، لأن إرادتك صالحة وكاملة ومرضية من نحونا. لكل المجد يا رب والشكر. أمين 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 أمين. صلاة من أجل ناهد عندها مية على الرئة، وصلاة من أجل إيمان عندها تآكل في أذنها، وصلاة من أجل آدم طفل حديث الولادة عنده وظائف الكبد عالية وعنده أمونيا. تفضلي هلا. بسم الآب والابن والروح القدس لهن واحد أمين. رب كلماتك كده أنه انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. أيوة بنيجي إحنا وولادك يا رب اللي عندهم أتعاب وأمراض، ونقول لك يا رب عينينا عليك، منتظرينك منتظرينك، انت الهنا الحي، وعينينا على شخصك المبارك، نشوف يا رب قلبك اللي مليان بالحب اللي مليان بالاهتمام، نشوفك يا رب قبل ما عينينا تكون على ايديك وعلى عطاياك يا رب، طالبينك طالبين شخصك. مكتوب التمسوا الرب وقدرته، بنلتمسك انت الاول يا رب قبل قدرتك وعطاياك ومعجزاتك يا رب. عايزين نشوفك وعايزين نعرفك، فتطمن قلوبنا في وسط عالم كده مليان بالأنين والألام. نشوف محبتك فنطمن وندخل في حضنك فنرتاح ونتقوى ويتشدد إيماننا بشخصك. افتح عيون قلبنا رب ليك، نشوفك يا رب، نشوفك ونقول لك نؤمن بيك وبمحبتك علشان شفناها ولمسناها. نؤمن يا رب، ننتظر الرب ونتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. جايين احنا واخواتنا ونقول لك يا رب حاضر، هننتظرك وحيتشدد قلبنا في انتظارك يا سيد. امين امين امين. احنا لان الوقت خلاص وعندنا طلبات كتير هنقراه ونصلي بعد كده. صلاة لاجل إلينا عندها ألم في المعدة ولديها امتحان، وصلاة من اجل مينا الرب يتنازل بالشفاء المعجزي، صلاة من أجل مينا الرب يحرره من الإدمان، وصلاة من أجل مريان ربنا يكمل فرحها على خير. تلبت صلاة من أجل شيرين ربنا يشفيها، عندها نزيف في المعدة وميكروب حلزوني. صلاة من أجل مجدولين الرب يشفيها، وقعت على ظهرها. وصلاة من أجل مارينا الرب يشفيها من الضغط والسكر. صلاة من أجل شفاء بشوي في العناية، وصلاة من أجل مريم وليليان الرب يتمجد معاهم. صلاة لأجل كريستين عندها كانسر، وصلاة لأجل مينا صبح الرب يشفيه من الحرارة العالية. صلاة من أجل صمويل للنسل ومن أجل المشاكل الزوجية.
صلاة من أجل مينا ومارينا لحل المشاكل اللي بينهم، تلبت صلاة من أجل كريستين عريان عندها حصاوي في المرارة وتعبانة جدا وخايفة من العملية، تلبت صلاة من أجل راندا إميل عندها حصوة وهتعمل عملية، صلاة من أجل رأفت الرب يرجع له حقه المسلوب، وصلاة من أجل سعيد لإيجاد شغل، وصلاة من أجل توماس محبوس ظلم، صلاة من أجل بنت الرب الدكتور حدد ميعاد الولادة في خلال الأسبوع وربنا يكمل وتقوم بالسلامة، صلاة من أجل الطفل أساف عنده مشكلة في الغدد الليمفاوية ومية على الرئة، صلاة من أجل إبرام الرب يغير حياته ويكون ابن للرب، وصلاة من أجل فيولا لإيجاد شغل، صلاة من أجل ابتسام وميرفت ووائل وأيمن صلاح إخواتهم عايزين يلبسوهم تهم وياخدوا حقوقهم في الميراث، صلاة أرجو تلبت صلاة من أجل أن ربنا يساعد أختي وجوزها في أمريكا، هم فتحوا مطعم وللأسف المطعم مش بيشتغل خالص وهم تعبوا وفقدوا الرجاء وتعبانين نفسيا، نفسي الرب يفتح أبواب رزق، أرجوكم ساعدوني بالصلاة، الرب يبارككم ويحفظكم، أرجو الصلاة لبهجة تعبان جدا في المستشفى، نعلن شفاء باسم يسوع بقوة دم يسوع، بجلدتك يا يسوع وبجراحاتك اعلن شفاء لبهجة وكل المرضى، سلام المسيح، غدا سأكون في المستشفى تجهيزا لعملية الألياف اللي في الرحم، نفسيتي تعبانة جدا وخايف خوف شديد لا يوصف، وأيضا دقات قلب سريعة، محتاج صلواتكم بكل حرارة حتى الرب يصنع معجزة والأطباء تتفاجئ بأن الألياف زالت ولا حاجة أي عملية ولا إزالة الرحم أبدا، صلواتكم لأجلي حتى يزول الخوف والضغط والقلق ولا يرتفع ضغطي أبدا ودقات قلبي تكون سليمة، الرب معكم، صلاة من أجل ريمون حصلت له حادثة الرب يكمل شفاء على خير، صلاة من أجل مريم وميلاد لمشاكل زوجية، صلاة من أجل كاميليا عندها حصوة في المرارة، وصلاة من أجل عادل عنده الضغط والسكر، صلاة من أجل مريم ربنا يرزقها بطفل، وصلاة من أجل دانيال 9 سنين عنده السكر رب يشفيه، صلاة من أجل أخي المهندس نادر عمل عملية تركيب منظم ربنا يشفيه وتزيد كفاءة القلب، وصلاة من أجل بنت أختي نيلي عندها صداع مزمن مش بيخف غير بالمسكنات، صلاة لأكرم بشرة مسمار مصدي دخل في رجله وعمل له صديد ومحتاج يخش عمليات ضروري ربنا يتمجد معاه، تلبت صلاة من أجل رامي للشفاء من كيس دهني في ظهره، وصلاة من أجل ديفيد شاب صغير عنده السكر بسبب إصابته بكورونا، صلاة من أجل إيلين يزرع الرب السلام بينها وبين إخواتها وينزع الانشقاق، تلبت صلاة من أجل الأخ محروس من أجل شفائي أنا وزوجتي وأولادي، صلاة من أجل ميلاد عنده ألم في جسمه شديد ومنتظر نتيجة منظار المعدة والقولون، صلاة من أجل دميانة عملت عملية في العمود الفقري الرب يكمل الشفاء، أم بشوي هي تعبانة من 5 شهور وراحت لدكاترة كتير ومحدش عارف عندها إيه مش قادرة تقوم من السرير، مساء الخير رجاء الصلاة من أجل مدام صباح صمويل بتغسل كلى 3 مرات في الأسبوع، بنت الرب محتاجة صلاة لأن معدتها وجعاها بتطلب صلاة من أجل وبتطلب صلاة من أجل بنت أختها للارتباط، صلاة من أجل هواري محبوس ربنا يفك حبسه ويسدد الديون، صلاة من أجل جاكلين حامل وعندها أنيميا ومشكلة في صدرها، صلاة من أجل أمير متزوج ولا يعمل ونفسيته تعبانة، صلاة من أجل أم سامح الرب يشفيها من الضغط والسكر، صلاة لأجل أيمن الرب يشفيه ويعطيه طفل. أمين. تفضلي نشأت. أبونا السماء ونباركك لأنك عظيم القدرة يا رب، أشكرك وبارك اسمك، جايين نختم وقتنا مع احتياجات شعبك ونردد كده هذا هو إلهنا، انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه، نعم يا رب شعبك يفرح بك يبتهج بخلاصك يعاين مجدك يشوف قدرتك يطلبك بإيمان عينين مفتوحة عليك، نعم أنت تكون رفيق لأولادك، أنت تكون معاهم كل الأيام حسب وعدك إلى انقضاء الدهر، أنت تكون معاهم في الضيقات حسب وعدك توجد لهم شديدا، مبارك اسمك لأنك أبونا ولأنك أنت إلهنا ولأن احنا شعبك غنم مرعاك، نعم يا رب تعالى بموجات شفاء موجات سلام موجات راحة موجات أمان، تعالى يا رب سيج على شعبك كن سر نور نار من حولهم
ومجد في وسطهم، أؤمر بخلاصهم، ارفع كل نير من على كتاف شعبك ولادك. نعم يا رب، مبارك اسمك. نعم لبينا دعوتك النهاردة لنا، تعال إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. شكرا لأنك أنت مريح التعابة، شكرا أنك أنت تنظر لولادك، شكرا لأن عبدك. نعم أشكرك لأنك نظرت إلى مزلتي وعرفت في الشدائد نفسي. شكرا تنظر لمزلة شعبك وتحرر وتطلق وتخلص وتفك من كل أسر وتكسر كل نير من على شعبك. نعم بالبركة بارك يا رب، افتح القلوب وافتح البيوت، كن شعبك رب اللي يعرفك يكون أمين ليك كل الأيام ويتبعك. في اسم يسوع المسيح كل الكرامة والمجد ليك، أمين أمين أمين. بشكركم جدا، بشكرك يا هيلة، بشكرك يا وجدي، شكرا لك، بشكرك يا نشأت، شكرا. أحلى كلمة سمعناها النهاردة، لك أقولكم، مفيش كلمات أحلى من كده. ممكن تكون ودنا بتسمعها اليوم من فم الرب نفسه يقول لي ويقول لك، لك أقولكم، مهما كانت حالتك، مهما كانت ظروفك، مهما كان الوضع اللي أنت شاعر بيه، لك أقولكم. ربنا معاكم.